فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حديث البطاقة هل يدل على أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يعمل أي عمل صالح؟ إذا لم يتمكن من العمل، إذا قالها معتقدا لها موقنا بها ولم يتمكن من العمل، قتل أو مات قبل أن يتمكن، يدخل الجنة. وأما إذا ترك العمل باختياره ولم يعمل فهذا ليس بمؤمن، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد قول باللسان، لها مقتضى ولها لها معنى ولها مقتضى ولها مدلول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت داخل السيارة وأنا أقرأ القرآن فمررت بآية فيها سجدة، يا أخوان ما يؤخذ بالدليل المجمل وتترك الأدلة المفصلة والمبينة والقيود التي جاءت في الأحاديث الأخرى، ما تترك، بل يرجع هذا الحديث إليها، يحمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين. أما الأخذ كذا بحديث وترك الأحاديث الأخرى فهذا طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه. نعم.